استاذن كويس استاذن لك دون غرس ودن دركنا كما تعلمون أن هذا المسجد كان يشتكي أول شيئين، الشيء الأول تنظيف المكان، وثانيا عدم الخدمة. فالحمد لله رب العالمين، اليوم نحن مع ضيق المكان ولكن نتمتع. دورة المياه كانت جميلة جدا ما شاء الله، والله ما شاء الله. فالمسجد كما ترون أن الكهرباء مركبة وجدار ما شاء الله، كان أول الجدار كان كيس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نريد الآن على هؤلاء الذين شاركوا في هذا الخير العظيم أن نشكرهم بعد الله، نشكرهم بعد شكر الله، ونقول لهم جزاهم الله عنا خير الجزاء. قولوا كلكم جزاكم الله عنا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروفا فقال جزاك الله فقد بلغت الثناء. يعني الذي يقول لأخي الذي يحسن إليه يقول له جزاك الله عني خير الجزاء، هذا أكبر دعاء سبحانه وتعالى. ولذلك إن هؤلاء وهم موجودين في قارة الله الغربية وما يسمى أوروبا، ونحن في وين؟ في شرق إفريقيا. ولكن ما شاء الله مع ذلك يد طويل إلى الخير. اليد تفعل الخير أنه طويلة، أما اليد التي لا تعمل الخير أنها قصيرة ولو كانت قريبة. فنشكر الله لهم بعد شكر الله، نقول لهم الله يسعدكم كما صابتمونا، والله يبارككم في أموالكم ويبارك في أموالكم وفي أنفسكم وفي أهلكم وفي بلدكم.